حاجات مهمة برشا وقت اللي نحكيه في الصيف على الكونجي ومن دراك ما الكونجي. الدكتورة ماجدة باني طبيبة شغل واستاذة جامعية مبرزة في طب الشغل، كاتبة عامة مساعدة للجمعية التونسية لطب الشغل. صباح الخير ومرحبا بك ونهارك زين. صباح النور والسرور، صباح الراحة والاستجمام والعطلة مدام سعيد. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. إيتو مهمة ياسر حكاية العطلة هذه، مهم إنه الواحد اللي يخدم يلزم ياخذ عطلة، وراو الناس كل تخدم كي تجي تشوف معناها حتى السيدات في البيوت خدمة لا تنقطع. أما خلينا نحكي وإحنا على الناس اللي تخرج من الدار وتمشي تخدم. Exactly. احنا اليوم نحكي مدام سعيدة على العامل الموظف بالساعد والعقل واليد اللي عنده توقيت عمل يمشي فيه كل يوم للخدمة على مدار السنة، اللي عنده حق في مدة الراحة السنوية ولا القانون واضح، القانون التونسي للوظيفة العمومية يعطي الحق للموظف في الراحة مدة الراحة السنوية خالصة الأجر، وكذلك المؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام مجلة الشغل واضحة في ديزارتيك من موجودين من الارتيكل 112 في أهمية الراحة السنوية هذه خالصة الأجر ومدة الراحة السنوية اللي هي من حق العامل باش يرتاح. اسمها راحة باش يرتاح. اي وزعما يرتاح في هالعطلة السنوية هذه نتاعو. والله هو فما من كلمة راحة المعنى نتاعها عنا احنا يفرق. خطر احنا راو كي واحد كياخذ كونجي كان عنده حاجة في الكوجينة مش يصلحها يصلحها وقتها، كان عنده مرمى مش يكمل المرمى، كان عنده كرهبة مش تتصلح يمشي يصلح وقتها، السيدات يعملوا العولة ويعملوا يغسلوا الفرارش ويغسلوا الريدوات ويحكوا الحيوط. هل هذه هي الراحة معناها؟ إذا هو يلقى في روحه مرتاح أنه حل مشاكله العائلية وحل مشاكله في الدار وحل مشاكله اللي بالكرهبة وحل مشاكله اللي بالأولاد وهو مرتاح ولقى الوقت باش يعمل هذايا كل، بالنسبة لي أنا كل واحد يعرف شنو الراحة متاعه وين موجودة. وفما ناس أخرين يقولك أنا راحتي نقوم وقت ما نحب، نرقد وقت ما نحب، ناكل، نمشي البحر، نسهر، ما عنديش وقت معين للنوم. أيه. من غدوة مانيش باش نقوم نهز الكهرباء ونشوف لومبوتياج ونمشي للبيرو. أيه. كل واحد حط كل أنا راها أوكا باركا، كل واحد منا عنده ديفينيشن تاع الراحة متاعه. أما هي الانقطاع عن العمل لفترة محددة بغاية استرجاع القوة الجسدية والعقلية للعامل للموظف بعد الفترة هذه المحددة من الراحة السنوية. بعثين الميلوات ونجاوبوا على التليفونات متاع الخدمة، هذا يكسر فكرة الراحة في العقل معناها. هو لازم انا قلتها تو الانقطاع في انقطاع عن التواصل، معناتها لو دووا على ديكونيكسيون. راهو نحكيو على انه الانسان ما يهزش التليفون، ما يجاوبش على الميلوات، ما يدخلش البوات ميل نتاعو، ما يجاوبش على تليفونات الخدمه. لازم يكون في انقطاع عن الخدمه باش يحس بالحق، اللي يحس المخ نتاعو يحس البدن نتاعو انه هو في فتره مرتاح، في فتره منقطع عن العمل باش يجم يحسن من قدراته ويجم يرجع للعمل. الانقطاع هذا عن الاتصال، الانقطاع عن التواصل اللي هو لو دووا لا ديكونيكسيون، راه موجود في قوانين في فرنسا من 2017. مش ما نحتاجوا العطله في العطله الصيفيه نطبقوه، نحتاجوا نطبقوه في الايامات الكل. مش محتاجين ال 21 يوم ولا 15 يوم تاع العطله السنويه باش نقطعوا عن العمل، راهم من اخر وقت يوفى فيه العمل من حقك تسكر تليفونك، من حقك تسكر الميل نتاعك، ومن حقك ما تجاوبش على العمل الا لوظائف معينه كما انت مدام سعيده، كما احنا الطب الجيش الامن اللي عندهم لي زاسترانت اللي عندهم لي غارد. سينو اذا انت العمل نتاعك يبدا 8 يوفى 5 نتاع العشيه، ماكش استانت ماكش غارد، ما عندكش خصوصيه في العمل نتاعك تفرض عليك انك تكون دائما كونكتي، الانقطاع عن التواصل هو نوع من انواع الراحه اللي ما نستناوش جنين يجي الصيف باش نقطعوا عن العمل فرد مره. نجمو من 5 نتاع العشيه لغدوه الصباح انا احترم طاقتي الجسدية، طاقتي العقلية، طاقتي النفسية، وهذا فيه نوع من احترام الذات، الذات البشرية العامل، نوع من احترام قدرات الشخص هذي باش يجي من غدوة يرجع يخدم. تصور مدام احنا قلنا مدام سعيدة توجور كونكتي، كنا كونكتي ولين، انه ما نقصوش سيت كونيكسيون راهو يحدث اضطرابات كبيرة في السلوكات، اضطرابات كبيرة في النفسية، واضطرابات كبيرة عقلية تخليك سورمناج، تخليك ستريس، تخليك أنكسيتي، معناتها أنت تكومول ما تعملش فترة باش ترتاح فيها، تكومول ترجع من غدوة في نفس الريتم، تقولش عليك ما ارتحتش، تقولش عليك ما رقدتش، تقولش عليك ما روحتش لدارك، ما عملتش هكا الانتخفاس المهمة في بروفيسيونيل في فاميليال، على خاطر لازمنا نحسوا أنه وقت سوفي خرجنا من الخدمة مشينا جبنا الصغار، دخلنا الكوجينة احنا
كان سي ولا كرجل فما رجال يعاونوا. مشينا قعدنا في القهوه رانا سي على ذمه رويحنا معاش على ذمه المشغل نتاعنا، احنا في فتره راحه باش غدوه نجمو نرجعوا. هذيك شارجي الباتري، انا باش نشارجي الباتري نتاعي. هذيا من ناحيه العامل، زاد من ناحيه المؤسسه. المؤسسه لازمها تفهم انه هي تخدم تو في اجواء جديده مع جينيراسيون جديده اللي تحترم ياسر العلاقة بين الحياة العملية والحياة العائلية. أنا كمشغل لازمي نفكر إنه العمل متاعي يكون سنتري على العامل، سنتري سور لومان. الإنسان هذي ما نجمش يقعد كونكتي 24/24، ما نجمش نستغله في خارج أوقات العمل. وأنا هكا قاعد نحافظ على الإنتاجية متاع العامل متاعي اكزاكتومون كي أنا نعاونه باش ينقطع عن العمل ويرتاح نفسيا وجسديا. به فما حاجة اسمها ليجر سيكنس. ليجر سيكنس شنو هي هذه؟ ليجر سيكنس هو سندروم موجود نيورو بسيكولوج نيورلاندي يظهر لي اول واحد حكي عليه. حكي على الظاهره نتاع جماعه اللي دوبا ياخذ الكون جديد 3 ايام الاولانيه يرقد في الفرش عليه. الناس تاخذ كون جي تخرج فرد هو مسكين يعدي في التحاليل دوك يقول لك عنده جايع في راسه وجايع في العضلات، يحس روحي مالاليز، نحس روحي متقلق. فما الابحاث مازالت جاريه في الموضوع، اما فما كلكو سين يقول لك هذه لي ثلاثه انواع من الشخصيات. فما شخصيه حتى كي يخرج كونجي يقعد متقلق على الخدمه اللي ما كملتش، دونك بالستريس هذاك مش باش يتمتع بالكونجي، باش يقعد بدنه يعبر يسوماتيز هاك الستريس اللي عنده. وبعد ال 20 يوم باش نرجع والله باش نلقى عرسه مايلويت، باش نلقى البارافور معبي، باش نلقى هذيك لونكسيتي انتيسيباتوار. معناتها ماهوش عايش في الكونجي، ماهوش عايش في البريزون، اي عايش فكلي باش يرجع له في المستقبل. فما الاخر اللي مسكين قبل ما يخرج الكونجي نظف البيرو، يقول لك نظفته، خليت شيء، جاوبت على كل شيء، عمل طاقه زايده ياسر قبل ما يخرج للكونجي وتعب بدنه، ضعف المناعه نتاعو، دونك ديريكتومون بدنه دوا باش يخرج نهار الاول الثاني نتاع الكونجي باش تحكاو. الثالث هو الانسان اللي تلمون تعب عام كامل وخرج للراحه السنويه هذه، ما عادش باش يحترم بدنه لا في اوقات النوم، لا في اوقات الماكله، لا في اوقات الراحه. تخلوض وقت النوم، تخلوض الماكله، دونك بدنه باش يعب. بدنه ما صدق انه اكزاكتومون هو هذايا الليجر سيكنس هو ساندروم اللي تنحى. معناتها بعد ما نحينا وشخصنا انه ما فماش امراض اخرى كيما الكوفيد، كيما الجريب، كيما الجاسترونتيريت اللي هما برشا في الصيف، دونك نقولوا الموظف هذايا راهو عمل ليجر سيكنس دوبا خرج في الكونجي طاح مريض. هذه الليجو سيكنس تو مازال فما برشا ابحاث فيه، اما جوست حبيت نجاوب الناس اللي اليوم يقول لك انا ما عنديش زهر في الكونجي دوبا نخرج كونجي انت حنمر. صحيح. باهي شنو هو فوائد المده نتاع الكونجي سواء بالنسبه للي يخدم وبالنسبه للمؤسسه اللي هو يخدم فيها؟ الفوائد نتاع الكونجي، الفوائد نتاع الكونجي للعامل، للعامل فوائد كبيره واحنا تو حسيناها دوبا بدينا الحوار. مدام سعيده باش نرجعوا للعائله، باش نرجعوا للدار، باش نعملوا فوكاليزاسيون على الدار، على اولادنا، على العائله، على اقاربنا، على اهلنا، باش نعاودوا نرجعوا علاقات نتاعنا اللي ما كناش لقينا لها وقت، اللي هذيك مهم اصحابنا وحبايبنا. هذيك مهم جدا للنفسيه نتاعنا انه نعاودوا نخلقوا علاقاتنا الاجتماعيه وننميوها ونعاودوا نظهروا على صوره في صوره العلاقات الاجتماعيه نتاعنا. نحضروا العريس، نحضروا السهريات، نعملوا عشاويات في دارنا، نمشيو المهرجانات، نمشيو لحفلات خاصه. هذايا مهم جدا انه نحسوا رواحنا هو من لي بيزوان الاساسيين للانسان انه يحس روحه عنده علاقات اجتماعيه، انه يحس روحه فما اصحاب فما عائله. الثاني الافاده المهمه جدا جدا هي انه نعاودوا نرجعوا نشوفوا رواحنا، مش اترافير الخدمه ما نشوفوا رواحنا، نشوفوا بدنا، نشوفوا احنا شنو اللي زاد فينا وشنو اللي نقص. تلمون نجريو نهار كامل نجمو نفيقوش برويحنا، فما حاجات تبدلت في بدنا، فما حاجات تعبه في بدنا، فما حاجات ما لقينا لهاش وقت باش نعملوها، كونترول نتاعنا ميديكو لازمنا نعملوهم. حاجه اخرى علاقتنا بصغارنا، صغارنا اللي عام كامل هما يقراوا، احنا هزي بامتحانات سيمستر، نتائج الوطنيه كل ظهر التو نتاع الامتحانات الوطنيه، دوك باش نخمو مع صغارنا، باش الصغير اللي نجح في الباك وين باش نقيدوه، اللي نقل من نوفيام، اللي نجح في السيزيام، اللي تعدى من العام لعام، نخمو نحطوا معاهم برنامجنا نتاع الصيف، نعاودوا نحسوا صغارنا بوجودنا في الدار، هذه مهم جدا. حتى في الفلاحه الفتره هذه فتره توس وما يعملوا حتى شيء، هذه فتره راحه. الناس كل اللي يظهر لي في الفتره هذه كما مهم جدا. مهم جدا احنا لازمنا نرجع نقولوا تفصل على الخدمة وجو الضغط نتاع المهنه. احنا لازمنا نرجعوا للانسان كقالب رائع خلقه ربي، يحتاج انه يرتاح.
ماكينة، أنا محبش نقول ماكينة، ما هو خلق من خلق الله اللي لازم يرتاح، لازم يرتاح ومهم أنه يرتاح. وكي يرتاح نقولها ونعود كل واحد منا يعرف شنو بدنو حاجته، كيفاش يجي يرتاح، وين بشي وين يرتاح. فما شكون يقول لك أنا نقعد في دارنا نروح لدارنا بحذا بابا وأمي يزي لا بحر لا مهرجانات لا سهريات، يلقى روح يرتاح. هو باش يجرى شارجمون تاع الباتري سور لو بلان فيزيك بدنو اي سور لو بلان مونتال نفسي، اللي هو مهم جدا وهي ظاهرة نعاني فيها تو، هي ظاهرة الأمراض النفسية اللي قاعدة تزيد، الاحتراق الوظيفي، الأمراض اللي هي للاضطراب، الاضطرابات من نوع أنه الإنسان يسر ولا أنكسيو يسر ولا ستريسي لفقدان العلاقات الاجتماعية. المؤسسة تربح، المؤسسة تربح أنها تدخل في استراتيجية تحسين جودة العمل، جودة الحياة في العمل. احنا عندنا مؤسسات كبيرة عندها تقاليد كما ستيك كما غيرها، عندها تقاليد في انها تعاون موظفين متاحها باش يمشيوا يعديوا العطل متاحهم بأسوام تفاضلية، يمشيوا يعديوا العطل متاحهم في المناطق الساحلية مع عائلاتهم بأسوام تفاضلية. هذا نوع من انه المؤسسة تنخرط في تحسين جودة الحياة في العمل وتعاون الخدمة متاحها على انهم يعديوا هالراحة ومدة الراحة السنوية في اجواء تسمح لهم باش يعملوا لديك كونيكسيون والانقطاع عن العمل ويتفردوا، وكي يرجعوا المؤسسة بلان دو كرياتيفيتي، فمن تسافر تسافر وترجع دونك تشوف حاجات جديدة، لينوفاسيون المخ يتفرهد، المخ يشوف حاجات جديدة. فمن تسافر وترجع تقول لك والله جفي مبخوشتي باش نعمل حاجة هذي في بيروي باش نبدل الاكتيفيتي اللي كنت نعملها، والله يقعد مع روحه شوية يقول لك أنا لازم نخصص شوية وقت في وسط العمل الروحي، والله راهو انا فقد اللي انا مثلا على في طاقه مش مقابل النتيجه، ماهيش مقابل الجهد اللي انا نبذل فيه، دونك نعمل قاعد نخدم طريقه غلطه. طريقه غلط يجي يقول لك انا والله العمل ياسر غالب حياتي الشخصيه، يعاود ينظم يشوف كيفاش هو باش يرجع. سي تري امبورطون تاخذ في جويلي، تاخذ في اوت، تاخذ في سبتمبر كما انا نحب سبتمبر، ما فما حتى مشكل. مفيد تاخذ الوقت لروحك هذاك تعيش فيه بوعي، تقول أنا في عطلة منقطع عن العمل، نحب نشوف روحي، نشوف عائلتي، نشوف أولادي، ونبروغرامي كيفاش باش نرجع بطاقة جديدة بإسبري دو كرياتيفيتي باش نرجع لخدمتي وأنا معبي بطاقة إيجابية صحيا وجسديا ونفسيا. باهي، احنا هالعطلة هذه ناخذوها مرة في العام ولا نجم نقسموها ولا شنعمل ولا كل واحد وخصوصيته ولا كيفاش؟ مدة الراحة السنوية بالنسبة للموظف العمومي ولا بالنسبة للموظف العامل اللي موجود في المؤسسة الخاصة تختلف، فما دي ستاتيو انترن، دونك هي مدة محددة. المدة هذه تجم تقسمها كما تجم تاخذها في صيفك هاو كما تجم تقسمها، تو أغلبية الأولياء ياخذوها حسب العطل نتاع صغارهم، يقسموهم يجيو يقسموهم حسب العطل ولا الامتحانات. أما أنت واختيارك، فما ناس يقول لك أنا ناخذ الصيف والشتاء والربيع ما ناخذوش، ولا تو لي بارون زوز يخدموا، الأم هي اللي تقسم والبو أغلبية الوقت ياخذ بارتي كبيره منها في الصيف، دونك هذيك انت واختيارك فماش اجباريه. فما انه يجي يقول لك لضروره العمل ما تاخوش الكونجي نتاعك في الوقت هذا ويعوضوا لك الوقت هذاك يعطيوك في ايامات اخرى، فما لضروره العمل ديما يقعد الشيف يخشيك عارفك كما يقولوا التوانسه، هو له القرار في الاخر على المده وبالتشاوره على المده وعلى التاريخ وقتاش تكون مده الراحه السنويه نتاعك لتنظيم العمل. هو هذه الكل ماهوش غايه في انه يعاقبك ولا اخسلمو، لتنظيم العمل مش ناس كن نخرجوا في الوقت، لازمنا نخرجوا منظمين ونخليوش يكون موجود في المؤسسه للعمل، خاطر المؤسسه ما تقفش ترتاح شويه ما تقفش، هذيك استمراريه العمل في المؤسسات. عم ناول صارت في اسيا برشا اضطرابات وبرشا اضرابات يطالبوا بحقهم في القيلولة في المؤسسات، في مؤسسات العمل. هل حق في القيلولة هذه مهم ياسر باش يجدد الطاقة، باش واحد معناها باش الانتاجية كما قلنا الانتاج والانتاجية يزيدوا؟ القيلولة، القيلولة موضوع كبير. القيلولة تو رجعت على مود، كيما هو فهم برشا حاجات ترجع على مود مدام سعيدة. دونك القيلولة عن سيغتان مومون كان سينونيم مع عبد كسول، هذاك كان يجي بنص نهار وما دي ساعة ونص نهار وما ساعتين دي فيه يقول لك عينيه تغمضت وحدها وعينيه تسك باريسو كسول ما يحبش يخدم. الوغ كو هو سيانتيفيكمون كي نشوفوا الابحاث العلميه تقول لك في الفتره بعد ما نفطروا راهو البدن الكل الطاقه نتاعو تولي موجهه للهضم، عمليه الهضم، دونك فماش خدمه، فماش مردودين، فماش انتاج. شي يجرى؟ يجرى انه الانسان وقت يتغصبوا العامل باش يخدم في البريود هذيك استعمال مكثف للمنبهات، التاي، القهوه، ولا فما فورم اخرى يولي فما بوليمي، يولي ياكل اكثر باش يحاول حاجه حلوه يقول لك خلينا نفيق باش يحاول يتفادى الستريس هذاك. هو يتعدى على بدنه،
تتعدى على القدرات الفيزيولوجية متاع بدنه اللي هو في الوقت هذاك من المستحسن انه نعملوا 20 دقيقة بين 20 و 30 دقيقة ما نفوتوهمش، ما ندخلوش في أطوار النوم العميق خاطر تولي نتائج عكسية. 20 30 دقيقة ما عندكش فوتو، ما عندك ما تعمل، ما عندكش وين ترقد، جوست نقص الضوء في البيرو، تغمض عينيك، تتنفس تنفس بطيء، ما تخممش في الخدمة. 20 دقيقة هذوما مهمين جدا. تو ولينا نحكيو دو جو ان جور لي زونتربريز سورتو تو الشركات الكبرى من غير ما نعطي اسم تاع بوبليسيتي ولا تعمل دي فوتوي دي سال فيهم لوميير تاميزي ناقصه على الاخر وعندهم 20 30 دقيقه للخدمه نتاعهم يمشوا ياخذوهم. بالنسبه لهم الخدمه نتاعهم بعد ما يقوموا من القيلوله هذاك يوم ثاني للعمل على خاطر هو نقطع ستريس اللي جرى في الصباح الكل تم هضمه وقطع المشاكل تاع الصباح الكل وباش يرجع. دونك المؤسسات الكبيره معناتها كي نحكي على مؤسسات في الديفلوبمون انفورماتيك وكل فهمت لامبورتونس نتاع القيلوله وفهمت انها حق للعامل ماهوش في القانون. ما انا لوجت قبل ما نجيب بحذاكم فما حتى دوله اقرت ب انه القيلوله حق من حق من حقوق العمال، مي الشركات بدات دخلها في الفونكسيونمون في الشارت انترن نتاعها على اساس الموظفين نتاعها اللي يحتاجوا قيلوله واللي القيلوله تعاونهم باش يرجعوا يخدموا. دونك قد روح رابحة الشركة ونفيت العامل متاحة كي جي يولي عنده دو جور عنده صباح اللي خدمه رقد شوية قام قاعد نهار الثاني دونك ولت تحضر لهم الظروف المهمة جدا. القيلولة ما عادش سينونيم متاع كسل ما عادش سينونيم متاع مش خدام، هي احترام للذات البشرية، هي احترام لفيزيولوجيا الشخص والذات البشرية. راهو ما نجموش نخدم وقت الهضم، ما نجموش نخدم بعد ما كلينا، ما نجموش نخدم بعد أربع سوايع مستريس، لازمنا نرتاحوا، ما لازمش نقعدوا ما ناكلوش، ومن المستحسن ما نكثروش من المنبهات باش نفيقوا باش نتعديوا على الخصوصية والقوة نتاع البدن نتاعنا، نحترموا البدن نتاعنا، المؤسسة تعاوننا باش نحترموا البدن نتاعنا، وفي الآخر المعامل رابح والمشغل رابح. راه أنت كي يقوم لك ناشط ويقوم لك ستريس نتاع الصباح الكل نحى وفايق ويحب يرجع يخدم، أنت رابح وهو رابح، ما فما حتى مشكلة. هي معناها هي حاجات تكتسب بالخبرة. خاطر قبل كانوا مثلا في المصانع حبوا سكيت حس تسمع كان حس الماكينه، بعد اكتشفوا انه كي يحطوا موسيقى العباد تخدم خير والمردوديه احسن وحتى النوعيه العمل احسن ونفسيه العامل يبدا خير. فهذوما حاجات بالممارسه يظهر لي مع الوقت نكتسبوهم. هو كانت من اول العمل ولي نوسيون تاع العمل ومناخ العمل فيها تطور كبير قاعد يجرى تطور كبير. هذا بتطور الاجيال خاطر الاجيال اللي خدمت في الخمسينات والستينات ماهيش نفس الاجيال اللي عندها التقدير للعمل والقيمه العمل. تولينا مع اجيال اي العمل مهم لكن انا صحتي مهمه، صحتي النفسيه مهمة وأولوية وتفرهيدي مهم بيان سور. دونك تقدمت وحتى المؤسسة والمشغلين والشركات الناجحة عالميا هي اللي بدأت تخمم في العمل اللي يكون مركز على الشخص على الذات البشرية لو ترافاي سونتري سور لو مان. وراك تعرف مدام سعيدة برشا نحكيو على الكاليتي دو في او ترافاي على سونتي مونتال او ترافاي، نحكيو على أهمية انه العمل هذا يكون محترم لحقوق العامل. باهي نخلي لك الكلمة الأخرى دكتورة. شكرا عندكم مؤتمر على المؤتمر هاي. شكرا مدام سعيدة. دونك احنا جمعية تونسية لطب الشغل إن شاء الله في ديسمبر 13 و14 ديسمبر باش تنظم المؤتمر 11 للطب الشغل، المؤتمر لأول مرة المرة هذه مفتوح للأطباء الشغل، مي زادة مفتوح لمسؤولي السلامة في الشركات ومفتوح لمسؤولي الموارد البشرية في الشركات، لأن باش نحكيو على موضوع مهم جدا اللي هو من ثلاثة مواضيع اللي هو الصحة النفسية في العمل اللي هو موضوع ياسر مهم اكتوالمون مع اللي نشوفوا فيه الاحتراق الوظيفي والمشاكل النفسيه تو المربوطه بالعمل، وفيه حلقات وورشات تكوين باش تكون لمسؤولي السلامه ولمسؤولي الموارد البشريه حول تنظيم لي كونجي الراحه لي كونجي بانواع الكل الراحه السنويه والطويل المرض والمرض طويل الامد. دونك باش يحاولوا يكونوا عندهم مكتسبات جديده حول تنظيم العمل حول المحافظة على الصحة النفسية والسلامة النفسية للعمال في الشركات والمصانع التونسية إن شاء الله. وقتاش المؤتمر إن شاء الله؟ إن شاء الله 13 و14 ديسمبر 2024 إن شاء الله. دكتورة ماجدة باني أستاذة جامعية مبرزة في طب الشغل كاتب عام مساعدة للجمعية التونسية لطب الشغل، نورتنا اليوم في نهارك زين، عطيتنا برشا معلومات مهمة على الراحة على الكونجي كيفاش راهو ما فيهاش هكا حاجة ستاندار الناس كل لازمها ترتاح بنفس الطريقة، كل واحد وين يرتاح، فما ناس ترتاح في البحر، فما ناس ترتاح في الجبل، فما ناس ترتاح في الدار.
فما شكون يحب يخدب كما نقولوا احنا في الدار وقد هذه وعمل هذه وعمل بها كيف ويحس روحه ارتاح وقسم على الخدمه ومع واستعاد نشاطه واحد وكل. فراي ماهيش كيما ماهوش كيما عمل كيما جارك ولا حول باب دارك، لا, 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 لا. اعمل كيما تحب انت وخلي باب دارك في بلاصتو. شكرا لك. ارتاحوا 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 باش نرجعوا تونس محتاجتنا ومحتاجه خدمتنا. ان شاء الله نهاركم طيب. ميرسي مدام سعيد. نهارك فل ياسمين.